ناقشنا سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات وزراعة، وسعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم، حملة مشتركة بين الوزارتين تحت اسم مشروع التشجير والتوعية في مجال النظافة العامة، وذلك لتشجير المدارس الحكومية والخاصة بالإضافة إلى التوعية بالنظافة العامة في المدارس. نعم، وقد أقيم حفل التدشين في مدرسة المالكية الابتدائية الإعدادية للبنات بحضور الوزيرين وعدد من مسؤولي الوزارتين إلى جانب رؤساء المجالس البلدية. تعزيزا للجهود الوطنية لبناء القدرات لدى طلبة المدارس في مجالات التشجير والتوعية بالنظافة باعتبارهم الأساس الذي يبنى عليه المستقبل، تم تدشين مشروع التشجير والتوعية في مجال النظافة العامة، والتي تسعى من خلالها إلى العمل على توعية الطلبة والطالبات بأهمية الحفاظ على البيئة والنظافة. هذه الحملة المشتركة للتعريف بمبادئ الزراعة ومبادئ التوعية بالنظافة إيمانا من الوزارتين بأهمية العنصر البشري الممثل في طلبتنا وطالباتنا في المدارس، أنهم العنصر الأهم في منظومة التنمية المستدامة. مبادئ الحملة هذه تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة. طلعنا اليوم على ما تقوم به المدرسة من جهود، وتتضمن المبادرة المشتركة بين الوزارتين أهداف منها نشر ثقافة التشجير والتجميل ضمن جهود الدولة في زراعة الرقعة الخضراء وتحقيق الأهداف الانمائية للتنمية المستدامة، وأيضا سلوكيات الطلبة من خلال التوعي بمبادئ سلوكيات النظافة. طبعا هذا البرنامج هو جزء من برنامج مطول ينبثق من الأولويات الحكومية في هذا الجانب، يشمل العديد من المدارس ويغطي رقعة كبيرة سيتم زراعتها بالنباتات والأشجار. في نفس الوقت أيضا هناك تطوير للمنهج الدراسي بحيث يشمل أهمية التشجير أو أهداف البحرين للوصول إلى الحياد الصفري، أهمية العناية بالبيئة ونظافتها، وغرس طبعا هذه المفاهيم في أنفس الطلبة. إن شاء الله الشراكة بيننا وبين وزارة شؤون البلديات مستمرة، وأيضا مع مختلف الجهات الحكومية لتنفيذ هذا المشروع. الوصول للحياد الصفري بحلول العام 2060 ومضاعفة عدد الأشجار في البلاد بحلول عام 2035 جميعها أهداف تركز عليها الحملة، فضلا عن أنها تسعى لتعزيز الثقافة العامة لدى طلبة المدارس. احنا كطالبات نحرص ان نزرع في بيئة يعني تكون زينة مناسبة حق الزراعة، ان نزرع الاشياء اللي تنزرع في بيئتنا. اني من ضمن احد اللجان المدرسيه، الا احنا دائما تكون عندنا مسابقات، فهالمسابقات احنا دائما ما نروح ننشرها عشان البنات يشاركون ويانا ونساعد في تغيير بيئه مدرستنا الى الافضل وتكون صديقه للبيئه. هذه المبادره التي اطلقتها الوزارتان تسعى لإشراك الطلبة في مشاريع التشجير في مملكة البحرين، وأن يكون للطالب ارتباط مع البيئة مما يزرع في داخله تحمل المسؤولية والمحافظة عليها نحو بيئة صحية وجميلة في مدارس البحرين. تأتي هذه الحملة لتعزز ثقافة المسؤولية والشراكة المجتمعية بين الطلبة، فضلاً عن دورها الكبير في التوعية بأهمية الزراعة في المجتمع. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.